طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. صحيفة الأيام: ميليشيات الحوثي تحتجز عشرات الناقلات المعبأة بالغاز القادمة من محافظة مأرب. ومن العرب الجديد: أمهات المختطفين رابطة مدنية انطلقت من أبواب السجون. صحيفة فرنسية تتحدث عن مرض يهدد اليمنيين لم يسمع به أحد في القرن 21. ومن هاف بوست: رونالدو يوجه رسالة لسكان الغوطة الشرقية: لا تستسلموا. أهلا بكم. كشفت مصادر خاصة في صنعاء لصحيفة الأيام عن قيام جماعة الحوثي بسجن أحد أكبر موردي الغاز المنزلي، وقالت تلك المصادر للأيام أن اشتباكات حدثت بين جماعة الحوثي ومسلحين يتبعون عبد الله المفزر أحد أكبر وكلاء الغاز المنزلي أمام منزله جنوب صنعاء. وبحسب المصادر فإن الاشتباكات حدثت بعد توجيه الحوثيين باحتجاز جميع ناقلات الغاز القادمة من مأرب والتابعة للمفزر الذي رفض البيع بالسعر الذي حددته حكومة الميليشيات 3000 ريال للأسطوانة سعة 20 لتر. كون ذلك سيسبب للتاجر خسائر كبيرة بعد القرارات الحوثية الأخيرة التي اتخذتها برفع رسوم الجمارك والضرائب على شاحنات الغاز بنسبة تصل إلى 400%، حيث وصلت رسوم الناقلة الواحدة إلى 1.5 مليون ريال بدلا من 200,000 ريال قبل القرارات الأخيرة. كما أكد مصدر بشركة الغاز بصنعاء للأيام رفض الكشف عن اسمه أن مشرفي وقيادات الحوثيين يقومون بالاستيلاء على كل قاطرات الغاز القادمة من مأرب إلى صنعاء ويجبرونها على تفريغ مادة الغاز المنزلي في محطات تعبئة غاز خاصة بموزعيه وبموزعي الحوثيين في باحات وخزانات تابعة لهم في منازل جنوب صنعاء. وتعلق الصحيفة: تستمر ميليشيات الحوثي باحتجاز عشرات الناقلات المعبأة بالغاز القادمة من محافظة مأرب، فيما تتفاقم معاناة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة انعدام الغاز والمتاجرة الحوثيين به. 3 أعوام وأسرة الجندي حسين عبد الله جخدم تبحث عن معلومة أو خبر عنه دون أن تصل إلى معلومة حقيقية تبت في مصير نجلها المفقود في شبوة منذ منتصف عام 2015، وعنون الموقع بوست: مأساة جندي وقع في قبضة الحوثيين قبل 3 أعوام ومات تحت التعذيب في سجونهم. حسين جخدم وهو جندي في الجيش الوطني ومن منتسبي اللواء 141 مشاة شارك في معركة تحرير محافظة شبوة في منتصف العام 2015، ومن ذلك الوقت فقد الاتصال به ولم يعرف مصيره أو مصدر مقرب مصدر مقرب من أسرته. قال لموقع بوست أيضا إن خبرا كان قد تسرب لديهم أنه أسير حرب لدى ميليشيات الحوثي تم أسره في معركة شبوة. وأشارت المصادر أن قيادة اللواء 141 طالبت من الحوثيين خلال تبادل أسرى بإخراج جخدم مقابل ما يريدون من عناصرهم، إلا أنهم أنكروا وجوده لديهم. وفي مارس 2018 تم إبلاغ أسرة جخدم من قبل الميليشيات بالمجيء لأخذ جثة نجلهم حسين بعدما يقارب 3 سنوات من إنكار وجوده لديهم. المفكر العربي برهان غيلون كتب مقالا في العرب الجديد تحت عنوان: هل أخطأ المثقفون في فهم الشعوب الغارقة في الجهل والطائفية؟ ليس هناك شك في أن المثقفين مسؤولون عن نشر الأفكار التي ألهمت الثورة بمقدار ما قدمت للمجموعات النشطة التي قامت بإشعالها أهدافا تضفي الشرعية على عملهم وتسمو به فوق المصالح والمنافع الوقتية والمادية. وبالفعل من دون أفكار ملهمة وموجهة ومقنعة لا تقود الاحتجاجات بالضرورة إلى ثورة طويلة المدى وشاملة، لكن المثقفين لم يكونوا مع ذلك مهما كانت نوعية أفكارهم وشعاراتهم وسلامتها أو خطئها المفجرين الحقيقيين لها،
المسؤول الأول عن إيجاد شروط الثورة وتفجيرها هو النظام السياسي وخياراته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أو التربوية البعيدة والقصيرة المدى معاً، وهي الخيارات التي تعاملت مع الشعب باعتباره قاصراً أبدياً وقررت أن تحكمه بالقهر وتفرض عليه الصمت، واعتمدت من أجل إخضاعه والحصول على طاعته وسائل الإرهاب والترهيب البدائية الأكثر عنفاً. هكذا لم يعد الأمن يعني ضمان الدولة حقوق الناس ومصالحهم وسلامتهم الشخصية الجسدية والمعنوية، وإنما بالعكس تماماً الأجهزة التي تعمل على تعرية الأفراد من أي حماية قانونية أو أهلية أو أخلاقية لتأمين طاعتهم المطلقة وانقيادهم من دون تساؤل أو سؤال باعتبار ذلك شرط ضمان أمن النظام. لم تقبل السلطة في أي وقت الاعتراف بوجود شعب باعتبار هذا الشعب طرفاً له حقوقه ومصالحه ورأيه فيما يمس حياته ومصيره، ولا أقول سيادته كما ينص الدستور، وترفض رفضاً دينياً فكرة الحوار معه أو التفاوض مع أطرافه لأي هدف كان. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين مايكو بامبيو مدير وكالة المخابرات المركزية CIA بديلا له، فما موقف رئيس الدبلوماسية الأمريكية من الحرب في اليمن وتصوره للصراع الذي طال أمده؟ ويرصد موقع يمن مونيتور موقف بامبيو من الصراع في اليمن خلال العام الماضي أثناء توليه إدارة CIA. ويعتقد الوزير الجديد أن الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الأخيرة يستغل حالة عدم الاستقرار في اليمن من أجل توسيع نفوذه في الشرق الأوسط، وقال إن إيران هي سبب الدمار والموت الذي لحق باليمن وسوريا والعراق التي تستخدم وكلاء لتهديد المنطقة لتخلق من نفسها قوة مهيمنة في المنطقة. يربط رئيس الدبلوماسية الأمريكية الجديد بين الاتفاق النووي ودعم إيران للحوثيين بالصواريخ التي تطلق على الأراضي السعودية، ويرى بامبيو أن إيران هي سبب الأزمة الإنسانية في اليمن وأن تواجدها في اليمن محاولة بسط نفوذها عبر وكلاء محليين هو الذي دفع بالبلاد إلى أسوأ أزمة من صنع الإنسان في العالم. وحدهم المتطرفون هم المستفيدون من حالة الانقسام الأمني في عدن وتعدد الجهات والولاءات، وقد يصبح الإرهابيون الفئة الوحيدة القادرة على التحرك داخل المدينة وفقا لموقع عدن الغد. متطرفون يهددون طالبات مدرسة حكومية بعدن، وقال طالبات مدرسة حكومية بعدن قام متشددون باقتحام المدرسة وهددوا الطالبات بالقتل. وقالت عدد من الدارسات أو الطالبات بمدرسة الفقيد بارباع والتي باتت تعرف بمدرسة الشهيد ياسين محضار بحي السنافر بالمنصورة لصحيفة عدن الغد إن مسلحين متشددين اقتحموا المدرسة وهددوا الطالبات بالاعتداء في حال لم يلبسن ما أسموه الحجاب الشرعي. وقالت الصحيفة إن انصراف المتطرفين قبل انصراف المتطرفين قاموا بكتابة شعارات تهديد للطالبات، وأثارت الواقعة فزع الأهالي والطالبات بالمدرسة. حضارة في طور الاحتضار، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا: يروى عن الفيلسوف الألماني إزولد إشبينغلر أنه كان في نهاية الحرب العالمية الأولى يصغي من نافذة غرفته إلى أزيز الطائرات وصوت القنابل ويرى بالعين المجردة كيف يحجب الغبار والدخان الأفق، لكن كل ذلك لم يحل دون استمراره في تأليف كتابه تدهور الحضارة الغربية في 3 مجلدات. فهل كان صوت تلك الانفجارات والانهيارات هو صوت حضارة تحتضر، أم أن الرجل شأن أبناء جيله ممن عاشوا في النصف الأول من القرن العشرين شعر بأن الحرب تكون في إحدى دلالاتها تعبيراً عن فراغ روحي وعجز بشري عن تحقيق التعايش واستخدام الحوار بدلاً من البارود؟ إن عناوين من طراز تدهور الغرب تكررت كثيراً في أوروبا، وحاول الكاتب البريطاني كولون ويلسون
أن يحشد في كتابه سقوط الحضارة عددا من المؤرخين والفلاسفة والمبدعين ممن أطلق عليهم صفة اللامنتمين، كي يتوصل إلى ما عبر عنه مجازيا بقوله: ظهور البثور المتقيحة على جلد الحضارة عندما تفقد حيويتها ومناعتها الأخلاقية. لهذا فإن ثنائية نهوض وسقوط الحضارات لا تخضع لقراءات سطحية تقتصر على المقارنات المادية فقط، فالعرب كانوا عندما كتب شبينغلر عن تدهور الغرب وسقوطه يراوحون بين الاحتلال والانتداب والوصاية بمختلف أشكالها، لكنه تحدث عن الحضارة العربية بإعجاب. ومن خلال تحليله للعمران في الحضارة العربية وجدلية التقدم والتراجع انتهى إلى أن هذه الحضارة قادرة على الانبعاث والاستمرار والصيرورة، وحدد الفارق الجوهري بين الحضارة والمدنية. فالحضارة شيء آخر لا تقع عليه العين بشكل مباشر، إنما مكونات عقلية وروحية ومفاعيل قادرة على مقاومة السقوط. وحين يقرأ العربي الجريح الذي ينزف من الماء إلى الماء ومن الوريد إلى الوريد كتابات من هذا الطراز قد يصاب بالدهشة، لأنه يخلط بين المدنية والحضارة وبين الكم والكيف وبين العابر والأبدي. وكالة إخبارية تسلط الضوء على فتاة في تعز فضلت البقاء في المدينة المحاصرة لمواجهة الأمراض التي تصيب الأهالي رغم إمكانية خروجها إلى أماكن غيرها، وقال موقع المصدر أونلاين نقلا عن وكالة الأناضول: كان وباء حمى الظنك قد بدأ يتفشى في المدينة، وكان الألاف من المرضى يصلون إلى مستشفى تعز، فتركت حقائب السفر وآثرت التوجه إلى المستشفى بدلا من الرحيل إلى الرياض حيث يقيم أهلي. بهذه العبارات تقول أسمهان علي محمد، وهي خريجة قسم البيولوجي والمختبرات في جامعة تعز عام 2002، أن الواجب الإنساني والمهني دفعها إلى عدم التخلي عن مدينة تعز مطلع عام 2015، حيث كانت المعارك قد توسعت في عدد من الأحياء والشوارع. المخبرية اليمنية متخصصة في التحاليل الطبية تضيف أن أهلها طالبوها مرارا بمغادرة المدينة للنجاة بنفسها والانتقال إلى السعودية، لكنها ترفض التخلي عن المرضى والجرحى. مع مرور الأيام تحول مستشفى الثورة الذي تعمل فيه أسمهان منذ عام 2001 إلى سكن دائم لها، وفي ليلة السادس من نوفمبر 2015 صوب الحوثيون مدافعهم إلى المستشفى، فنالت القذائف أيضا من المبنى الرئيسي بما فيه مقر سكن الطبيبات. تلك اللحظات تصفها أسمهان بقولها: المشهد كان مرعبا، كنا نعمل في القسم وفجأة تساقطت علينا القذائف، تركنا ما بأيدينا وحاولنا أن نحتمي في أماكن آمنة لكن لم يكن لدينا أي مكان نحتمي فيه. تتابع أسمهان: كان الظلام حالكا، وفي حال عبرنا من قسم إلى آخر عبر باحة المستشفى كانت القذائف تنهال علينا كما كنا نخشى فتح النور، فالقناص الحوثيون كانوا لنا بالمرصاد. كانت تلك أسوأ اللحظات التي عاشتها أسمهان وزملائها. أما ما أسعدها فكانت حين سيطرت القوات الحكومية على معبر الدحي جنوب غربي المدينة لينفك جزئيا الحصار الذي فرضه الحوثيون، وهو ما أسعد أسمهان كثيرا. تقول أسمهان: بكيت من السعادة حينها وخرجنا إلى الشوارع نهتف ونغني بعد أن وصلت الأدوية إلى المستشفى. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الحياة ذكرت بأن الهجوم بسيارة مفخخة والذي استهدف مقرا للقوات الأمنية في مدينة عدن جنوب اليمن أوقع إصابات بين قتيل وجريح. وفي وقت أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم،
وقدر عدد القتلى بسبعة. أوضح مصدر في وزارة الداخلية اليمنية أن هجوما بسيارة مفخخة قادها انتحاري استهدف مبنى يضم مطبخا تابعا للقوات الحزام الأمني في منطقة الدرين في مديرية الشيخ عثمان شمال عدن. وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى، ففي حين ذكرت مصادر أنهم سبعة، أكد مصدر حكومي أن الهجوم أوقع ثلاثة قتلى وخمسة وثلاثين جريحا بينهم طفل، وتسبب بأضرار مادية في المباني المجاورة. في عام 2016 ومن أمام أبواب السجون كما تقول العربي الجديد، انطلق نشاط رابطة أمهات المختطفين واللاتي يطالبن بإطلاق سراح أبنائهن وأزواجهن وأخواتهن المخفيين قصرا والمعتقلين، وما زال نشاطهن مستمرا في مناطق النزاعات حول العالم. تكثر حالات الإخفاء القسري والاعتقال بين الشباب اليمن من تلك المناطق المأزومة، وتأتي معاناة أمهات المعتقلين والمخفين قسرا لتزيد من آلام البلاد. المعنيون هم عادة الحوثيون أو التشكيلات الأمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. ويفيد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بأنه جرى إخفاء 615 شخصا خلال عام 2017 فقط، في حين جرى اعتقال واختطاف 4392 آخرين. ووثق التحالف كذلك عمليات تعذيب ووحشية بحق 206 محتجزين. وتضيف الصحيفة، لا يمر أسبوع واحد إلا وتنفذ أمهات المخفيين قصرا والمعتقلين فعالية أو نشاط في محافظة أو منطقة، وفي حين تكشف بعض تلك التحركات أمام الإعلام فإن أخرى تجري في أماكن مغلقة حتى لا تتعرض النساء لقمع أو أذى من قبل عناصر مسلحة. دفع الحلم الأمريكي إلى الأفول بإغلاق باب الهجرة الواسع. تحت هذا العنوان كتب فيليب بوليه مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا: من ملاحقة من هم بدون إقامة شرعية إلى ازدحام مراكز الاعتقال الحالمون، وهم 690 ألف مهاجر غير شرعي بلغوا أمريكا وهم أطفال مهددون بالطرد من الولايات المتحدة. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في العودة عن 50 عاما من التعدد الثقافي ونموذجه، وهو يرفع لواء عصبية بلد المنشأ، حركة ترفض موجات الهجرة الجديدة في بلد مؤتلف من المهاجرين مثل الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا. ويلتزم ترامب معايير هجرة نخبوية تقصي المعدمين والملونين ولو كانوا أمريكيي الهوى والولاء والأحلام. وقصة ثلاثة مهاجرين في الأسطر التالية تدحض النموذج الذي يدعو إليه ترامب. ينحدر كيوكو من بلد قذر على قول ترامب، وهو لا يرغب في استقبال اللاجئين منه بعد اليوم. وكان كيوكو ترك غانا واجتاز الصحراء الكبرى ووصل إلى أليكانتي في أسبانيا وقضى بعض الوقت في أوروبا قبل أن يشد الرحال إلى أمريكا. وصلت إلى أمريكا ولا شيء في جعبتي، يقول كيوتو القادم من اليابان وليس من بلد قذر، ولكنه كذلك هاجر إلى الولايات المتحدة وهو لم يحصل مهارات عالية أو شهادات عالية، وهذا عيب أو شائبة غير مقبولة في ميزان ترامب. وعمل مع زوجته أكوكو في مطعم السوشي أنشأه في كاليفورنيا. وجون جين وصل إلى أمريكا من كوريا الجنوبية حين كان في 26 وهو لا يحمل أي شهادات، وكان في جيبه 800 دولار فحسب ومعجم إنجليزي كوري، فهو بعيد الشبه من المهاجر النموذجي الذي يحلم فيه الرئيس ترامب. ومن الصحافة الفرنسية تحديدا صحيفة لاكروا الفرنسية، نطالع تقرير ترجمة حصريا لقناة بلقيس. يقول إنه منذ عام 2015 بدأ تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين، ما أدى إلى غرق اليمن التي كانت بالفعل أفقر دولة في العالم العربي في العنف. تقول الصحيفة، لم تتحرك الخطوط الأمامية للجبهات، وقد أظهرت عدم جدوى التدخل العسكري إلا أن القصف الذي غالبا ما يضرب البنية التحتية المدنية مثل المدارس والمستشفيات مستمر. وقالت الصحيفة أن هناك العديد من المواضيع التي تدل على أنه
لا حل قريب للأزمة، منها غياب محادثات السلام وحكومة في المنفى وتهديدات الانفصاليين والفوضى الأمنية والاقتصاد الحربي. وتضيف الصحيفة الفرنسية: السكان المدنيون هم الضحايا الرئيسيون لهذه الحالة المستعصية، ولا تزال جميع الأطراف أو أطراف النزاع ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان دون عقاب. ويقول التقرير: يغوص هذا البلد في عامه الرابع من الصراع، ويحتاج 3/4 سكان البلد الآن إلى مساعدات إنسانية بالنسبة لنصف هؤلاء. أصبحت هذه المساعدات مسألة حياة أو موت. ويفيد التقرير: يمكن أن يؤثر وباء الكوليرا على حوالي 1,000,000 شخص. هذا المرض الذي لم يسمع به أحد في القرن 21 أصبح البقاء على قيد الحياة هو الأولوية الوحيد أو الأولوية الوحيدة للكثير من اليمنيين. في لفتة إنسانية رائعة كما وصفها موقع الهاف بوست، نشر اللاعب البرتغالي نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو على حسابه موقع تويتر فيديو يعبر عن تضامنه مع سكان الغوطة الشرقية. الفيديو الذي نشره رونالدو على صفحته التي يتابعها أكثر من 55,000,000 شخص يرصد مشاهد من قلب الغوطة الشرقية التي تتعرض لهجوم شرس وحصار من النظام السوري وحلفائه منذ أسبوعين، أدى لوضع إنساني كارثي للسكان المدنيين الذي يقارب عددهم 300,000 شخص. وتضمن الفيديو مشاهد لعمليات القصف التي تتعرض لها المدينة ويكشف حجم الدمار الذي طال الغوطة. وكتب رونالدو مخاطبا أهل الغوطة: كونوا أقوياء لا تستسلموا. تحمل الصور التي نشرتها صحيفة الجارديان ثقافات مختلفة تعبر عن اللقطات المنشورة والتي اخترناها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.